لماذا يدعون المسيح إلى الكمال بقوله فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل؟ هو النص شارح نفسه، لماذا يدعون كاملين؟ لأن أباكم كامل. لكن نروح بقى للجزء الثاني من السؤال، وهل يمكن أن نصل إلى الكمال أم أنه لله وحده؟ ما هو من غير التبني، من غير ما يحل فيك الروح القدس، من غير ما تبقى ابن لله، من غير ما تاخد الطبيعة الجديدة والحياة الجديدة، طبعا مستحيل تبقى كامل. والعكس صحيح، انه بسبب عمل الروح القدس فيك، اذا كنت طبعا قبلت الروح القدس، وبسبب عمل الطبيعة الجديدة فيك طبعا اذا كنت قبلت الطبيعة الجديدة، فان بلوغ الكمال امر متاح 100%. ليه؟ لان ابوكم كامل، وابوكم الكامل اداكم الروح القدس اللي بينقل لكم الكمال والقداسة من الآب السماوي بالمسيح يسوع. فالمفتاح هنا، مفتاح فيه، لو انت قبلت روح القدس، ولو انت اخدت طبيعة جديدة، هتدرك انه النمو في سلم الكمال ليس مستحيلا ولا حاجة زي ما البعض متخيل. والعكس صحيح، اذا ما كنتش قبلت روح القدس، واذا ما كنتش اذا لم تكن قد قبلت الطبيعة الجديدة، فيعني الكمال حاجة غير ممكنة اطلاق. طب هيجي لك منين الكمال؟